السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم من جديد في قناة مع رزان. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يلقاكم بصحة جيدة. اليوم ان شاء الله غادي نشارككم علاج طبيعي لمشكل ديال اضطرابات الجهاز الهضمي، مشكل ديال القولون العصبي او ما يعرف ببومزوي، مجموعة من الاسباب اللي كتساهم في الاضطرابات الهضمية: الامساك، كثرة الغازات، مشاكل على مستوى الامعاء، كذلك تسممات، بعض الالام. كل هذه المشاكل الصحيه اللي كنواجهوها على مستوى الجهاز الهضمي اللي هي اضطرابات، وكنلقاوها يعني بشكل مستمر عند مجموعه من الشباب ومجموعه من كذلك السيدات والرجال. هذا المشكل اللي انتشر مؤخرا يعني بواحد الدرجه كبيره، اللي هو بطبيعه الحال عنده اسباب، كاين مجموعه من الاسباب والتاثيرات اللي كتخلي القولون ديالنا او الامعاء ديالنا ما كتقومش بالوظيفه الطبيعيه ديالها. طبيعه الحال قله اخذ الالياف يعني بشكل مستمر وبكميه كافيه، فواكه، وكذلك قله اخذ السوائل يعني بشكل منتظم وبكميه كافيه، وكذلك يعني كثره الجلوس وقله الحركه. كل هذه المشاكل كتخلي الجهاز الهضمي ديالنا ما كيقومش بالوظيفه الطبيعيه ديالو، وبطبيعه الحال كنواجهوا مجموعه من الاضطرابات ومجموعه من المشاكل الصحيه، كيف ما قلنا الغازات، الانتفاخات، الامساك، وبعض المرات الاسهال، يعني كيكون اضطرابات على مستوى الجهاز الهضمي. هذا المشروب طبيعي وغني جدا بالمعادن وبالفيتامينات، كيخلي الامعاء كتقوم بالوظيفه الطبيعيه ديالها، وفي نفس الوقت كيزول لنا التسممات اللي كتبقى عالقه في القولون ديالنا وكتسبب لنا مجموعه من الاضطرابات. اذا هذا المشروب الطبيعي اللي غادي ندوموا عليه المده ديال اسبوع، وكذلك ملي كناخذوا الوجبات الدسمه، وان شاء الله باذن الله غادي تلقاو الحل الطبيعي او العلاج الطبيعي للمشكل ديال بومزوي او القولون العصبي. اذا ما غاديش نطول عليكم، غنشارككم المكونات اللي غنحتاجو باش نحضروا هذا العلاج الطبيعي. اذا بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو باش نحضروا هذا المشروب او المنقوع الطبيعي، غنحتاجو للخروب. الخروب اللي هو موجود يعني عشبه اللي متوفر عند العطارين، غني جدا بالمعادن وبالفيتامينات، مفيد جدا لازاله التسممات اللي كاينه في البطن ديالنا، كذلك الديدان المعويه، الاطفال والشباب اللي عندهم مشكل ديال الحنيشات او الدويدات اللي كيخليو بطبيعه الحال ما كنستافدوش من التغذيه ديالنا، ما كنستافدوش من المعادن والفيتامينات بشكل مستمر. الخروب منظف فعال وقوي للامعاء ديالنا، وكذلك الناس اللي عندهم مشكل ديال الامساك كينظف القولون وكيساعدنا باش يكون الخروج منتظم اعزكم الله. بالنسبه للمكون الثاني غنحتاجو اليانسون النجمي او الباديانا، هاد العشبه اللي هي موجوده حتى هي بكثره عند يعني عند العطارين كنلقاوها، وعندها فوائد فيما يخص الجهاز الهضمي، كتنظف الجهاز الهضمي من الغازات، من كذلك التراكمات او التسممات اللي كتبقى في الجهاز الهضمي ديالنا، كذلك المشكل ديال الانتفاخ او البطن البارزه. الا بقينا كندوموا على هذا المنقوع او المشروب ديال هاد النجمات غادي نتخلصوا من الشحوم اللي كاينه في البطن ديالنا. المكون الثالث غادي نحتاجوا للزعتره. الزعتره حتى هي مفيده جدا، كتنظف الجهاز الهضمي كله، الامعاء والمعده، وكتساعد كذلك على يعني كتخلي القولون ديالنا يقوم بالوظيفه الطبيعيه ديالو. المكون الرابع اللي حتى هو مهم جدا وكيدفي الجسم، يعني مفيد جدا في هذا الفصل ديال الشتاء، اللي هو الكبار او القبار، يعني كل واحد كيفاش كينطق هذا الاسم، غير انا باش نوصله لجميع الاصدقاء والصديقات. الكبار مفيد جدا، حتى هو منظف قوي وفعال للجهاز الهضمي، كينظف الجهاز الهضمي بواحد الدرجه كبيره من كل الشوائب وكذلك التسممات اللي كتبقى في الجهاز الهضمي وكتسبب لنا اضطرابات متنوعه. اذا اربعه ديال المكونات، مشروب طبيعي فعال ومجرب. اذا كيف ما قلنا غنحتاجوا الخروب، غنحتاجوا الباديانا او النجيمه، غنحتاجوا الزعتره والكبار. غادي ناخذ هاد الكاس وغادي نبدا نضيف المكونات ديالي. غناخذ ربعه الحبات من الباديانا او النجيمات، غناخذ ربعه الحبات من النجيمات، غادي نضيف الخروب، حبه واحده من الخروب غادي نقطعوها بطبيعه الحال، وغادي نضيفوها لهذا المكون، وغادي نضيف ثلاثه الحبات من الكبار، وغادي نضيف معلقه من الزعتره، معلقه صغيره من الزعتره لهذه المكونات. بطبيعه الحال غادي ناخذ ماء اللي يكون مغلي، غادي نضيف ماء مغلي لهذه المكونات او هذه الاعشاب، وغادي نخلط هذه الاعشاب ديالي مزيان مع الماء المغلي
وغادي نغطي عليه، غادي نبقى هاد المكونات او هاد الاعشاب طبيعيه مع الماء لمده ديال 4 ديال الساعات حتى كيتلقوا لنا او كيتمزجوا لنا هذيك المعادن والالياف والفيتامينات اللي كاينه في هاد الاعشاب طبيعيه، ومن بعد غادي نحصلوا على علاج طبيعي او منقوع طبيعي ان شاء الله باذن الله، غادي يخلصنا من كل الاضطرابات الهضميه. ومن بعد ما كنخليو هذاك المنقوع لمده ديال 4 ساعات كنصفيو الاعشاب وكناخذوا فقط المحلول الطبيعي اللي كيف ما كتشوفوا معايا ها هو صفيتو، محلول طبيعي او علاج طبيعي لاضطرابات الجهاز الهضمي، انتفاخات، الغازات، المشكل ديال بومزوي او القولون العصبي. ان شاء الله باذن الله بفضل هذا المشروب الطبيعي غادي تخلصوا تماما من كل هذه المشاكل، وان شاء الله باذن الله غادي ما يبقاش عندكم المشكل ديال الاضطرابات بصفه مستمره. اذا كان هذا هو العلاج الطبيعي اللي شاركتكم اليوم، حل طبيعي، وكنتمنى انكم تشاركوه مع الناس والاحباب اللي كيعانيوا من هذا المشكل ديال بومزوي او اضطرابات على مستوى القولون. اذا كانت هذه الوصفه ديال اليوم، كنتمنى انها تنال اعجابكم، وكنتمنى انكم تبارطاجيو لا فيديو، ما تنساوش تدعموا القناه وكذلك تفعلوا زر الجرس، صابوني او سبسكرايب، وشكرا لكم والى اللقاء مع وصفه طبيعيه ان شاء الله.